قطع بنت قل الأستاذ يحيى، يعني دكتور نايف يقول أن السعودية وإسرائيل على عداء، ولكن يعني ما حقيقة إذن شراء السعودية لبرامج التجسس من شركة إسرائيلية؟ يعني سيدتي، نتمنى الخير لدولنا دول الخليج، ولكن هناك حقائق ووقائع تناولتها الصحف الغربية وأيضا حتى الصحف الإسرائيلية. صحيفة هاريتس تحدثت في 2018 على أن هناك مسؤولون من المخابرات السعودية التقوا مع الشركة المزودة لهذا البرنامج، شركة NSO، والتي من خلالها كانت هناك مفاوضات. هذه المفاوضات كانت في البداية في فيينا في 2017 حسب الصحيفة، وأيضا تم شراء هذه بحسب الصحيفة الإسرائيلية أن السعودية قامت بشراء هذه البرامج قبل أن يتم اعتقال مجموعة من الأمراء ورجال الأعمال في السعودية. هذا الحديث من قبل الصحف الإسرائيلية، هذا أولا. ثانيا، الإمارات العربية المتحدة أيضا تم ذكر اسمها في كثير من التقارير، وهناك تقرير يتحدث عن أن الإمارات قامت باعتقال أحد النشطاء أحمد منصور بناء على اختراق هاتفه الجوال. وكذلك الحديث على أن هناك اختراق أيضا لشخصيتين من العائلة الحاكمة في الإمارات، تم أيضا اختراق هواتفهم. لذلك نحن هذه على هذا المستوى، لكن هناك مستوى أوسع. هناك قضية رفعت من قبل بعض الإعلاميين العرب في الولايات المتحدة، ولا زالت هذه القضية في المحاكم الأمريكية، لم يتم فيها. أيضا هناك شخصية سعودية أيضا رفع دعوى على الشركة الإسرائيلية لأنها هي المزودة لهذا البرنامج. أنا أعتقد بأن الدول التي اشترت هذه البرامج تتحمل مسؤولية، ولكن هناك مسؤولية كبرى تقع على الشركة الإسرائيلية لأن كل المعلومات التي يتم نعم. يتم أستاذ يحيى، سأنتقل أستاذ ناصر، كيف